السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا بيوم جديد وحكاية جديدة من حكايات فدوى. وقبل ما نبدأ ما نساو الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وفضل المساء أمرا. المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد، ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام. قصتنا ديال اليوم مدتنا بعيد، خلتنا غير هنا في المغرب وبالتحديد في مدينة مراكش. مدينة مراكش الحمراء السياحية اللي معروفة عالميا. المهم هاد المدينة ناسها بهجويين، كيحبوا البهجة وكيحبوا الضياف وكيحبوا الضحك وكيحبوا كل ما هو جميل. في هاد المدينة كتقيم واحد العائلة اللي متكونة من 5 أفراد اللي هما الأب والأم وثلاثة ديال الوليدات. هاد العائلة ماشي غادي نقولوا ميسورة الحال، وإنما متوسطة الدخل. عائلة الأب والأم ديالهم خدامين وكيعملوا في قطاع ديال الدولة، يعني شادين واحد المناصب اللي هي مهمة، ولكن كما قلنا عائلة متوسطة. عندهم 3 ديال الوليدات، ومن ضمن ديال هاد الوليدات هو بطلنا ديال اليوم ياسين. ياسين واحد شاب أو واحد طفل اللي نشأ وترعرع وسط أحضان هاد العائلة. الحب كله ليه والاحترام كله ليه والتقدير كله ليه، هو الخوت طبيعة الحال. هاد الولد كان مجد ومجتهد وكيحب الدراسة بزاف، قرب الليل وبالنهار، وكل مستوى كان كيوصل ليه كان كيتخرج منه بتفوق إلى أن تخرج من الدراسة دياله وبأعلى النقاط. هنايا هو فكر باش يدخل البحرية الملكية المغربية. المهم فاش تخليها انتقل من مراكش إلى سمارة، مدينة سمارة الحبيبة تماكينة في صحرائنا المغربية. هاد الولد اشتغل تماكينة في البحرية هناك، ومرة مرة في العطل كيطلع عند دارهم مراكش. المهم عايش حياة اللي هي غادي نقوله ستابل، يعني ما فيها حاجة اللي مثيرة، عايش بواحد النمط اللي هو مزيان. إلى أن واحد النهار رجع لمراكش فكر بالزواج، ووالديه شجعوه قال لي انت يا تماكينة في سمارة متغرب غير بوحدك، اللهم تكون معاك الونيسة ديالك وتكون عائلتك تماكينة، وفي كل الاحوال انت غادي جاي عندنا، يعني حنا ما غاديش نقطعوا منك. وهذا الشيء اللي دار ياسين، تعرف على واحد البنت اللي كان كيقرا معاها في الصغر وكان كيعرفها مزيان. المهم عاود هو وياها تلاقاو وبقاو دائما على تواصل، حبها وحباته، وديك البنت هي قاريه ودات التعليم، يعني ما غاديش نقولوا عالي وانما متوسط. المهم الدريه قاريه بنت المدينه زوينه كتلبس مزيان، وداك الشيء اللي كان هو كيحلم به لقاه فيها، تزوج بها. انتقلت هي وياه لمدينه سماره، تما كاينه عاشوا احلى حياه سعداء وبخير عليهم ما ناقصهم حتى خير. داك النهار الزوجه ديال ياسين حملات، فرح هو وياها وتسناو هاد المولود بفارغ الصبر. اثناء الحمل الزوجه ديال ياسين عانت من امراض عده، الحمل ديالها داز صعيب، واكثر مرض اثر فيها هو السكري. سبحان الله عادم جاها واحد النوع ديال السكري اللي حنا غادي نقولوا يعني قليل فاش تلاقى بناس اللي هما في ديك المرحله او كيعانيو من ديك الاعراض. ربما الناس كياخذوا الادويه او كيدكوا كاع البراوات، ولكن هاد السيده كان الاطراف ديالها كلهم حتى تلقاهم زرقين، كانت كتعاني من النظر ديالها ولا الشوف ديالها قليل. المهم السيده تمحنات بزاف وعانات من واحد المرض اللي هو صعيب ديال السكري، حتى من النوع ديالو اللي نادر. ياسين يعني ما خلى عليها جهد، داها عند الاطباء وداها المستشفيات، والكل اجمع على ان المرض ديالها شويه صعيب، وما عليها غير تعايش وياه وتاقلم به. السيده كملت 19 ديال الحمل ولدات لي واحد الوليد. المهم مورا داك الوليد داز عام عامين ولدات ليه الوليد الثاني. الوليد الثاني يلا كيف عنده 6 شهور الزوجه ديالو توفاها الله، الله يرحمها. وياسين حزن عليها واحد الحزن اللي شديد بزاف بزاف بزاف، لدرجه انه ما بقاش واحد المده، يعني واحد الفتره ما بقاش بالشجاع للعمل ديالو، والاداره قدروا الموقف ديالو كونه انه الزوجه ديالو ماتت وعنده 2 ديال الوليدات. ياسين كاع الناس اللي دايرين به والجيران حنوا عليه، مره اللي دق عليه صيفط ليه الغداء، مره اخرى اللي دق عليه صيفط ليه العشاء، ودوك الوليدات هو مريح في الدار وكيرعى فيهم، ولكن الدري حتى لين الدري باقي صغير وما يقدرش على هاد المسؤوليه، لان الام سبحان الله عظيم عطاها ربي واحد الدور عظيم في هاد الحياه، والوليدات الصغار حتى واحد ما يتحملهم من غير امهم،
ولو ان باهم يتحملهم، ولكن ماشي بحال الخاطر ديال الام. الام كدير مسكينه جهد فوق من جهد، واخا تكون عيات واخا تكون معصبه، الا ما انها كتحاول تزيد جهد في جهد وتزيد خاطر في خاطر، وحنا كما كنقولوا كتوزع قشابتها لوليداتها. اما الاب يعني سبحان الله عظيم كما قلت لكم، واخا يكون عنده الخاطر ولكن كاع ما كيوصل للمرتبه ديال الام. الوليدات هنايا كيعانيو، ياسين داير جهده فوق من جهده، ولكن الوليدات خاصهم ام، ما خاصهم الجارة انها تحن عليهم ولا تصيفط لهم الماكله ولا هذه تجي تصبل لهم ولا هذه ترعاهم ولا تبدل لهم، لا لا لا، هادشي كامل كاع ما نافع. وحتى لين وشحال قدو هاد ياسين يبقى يطلب في الجيران او كيتسنى في الجيران اللي تجي تعاونو. المهم ياسين عند واحد صديق ديالو قال ليها صاحبي علاش ما تزوجش، انت مازلتي صغير وليداتك صغار، وخصوصا الوليد اللي عنده 6 شهور يعني محتاجين ام. ياسين بقى كيدور فيها في دماغه، هو يقول ياسين اياه بصح خصني نتزوج. مشى للدار بقى مريح مع راسه، قال دابا انا بغيت نتزوج خاصني واحد المراه اللي لها مواصفات خاصه، خاصه تكون تعليمها على قد الحال، وتكون بنت درويشه وبنت ناس فقراء، وتكون شي بنت ما عندهاش نهائيا متطلبات او طموح في هذه الحياه. وحتى لما كانت زوينه انا ما عنديش مشكل، انا الزين ما عندي ما ندير به، انا جربته مع مرتي، انا باغي وحده فقط اللي تراعي ليا وليداتي. اذن ياسين كيقلب على خدامه ماشي على زوجه، وهذا تفكير خطا بالنسبه ليه هو، هذا هو التفكير الصح، ولكن هذا تفكير خطا انه يتزوج بوحده على اساس انها تكون خدامه ديالو ماشي زوجته. المهم هضر هو صديق ديالو قال لي بصح عندك الحق خصني نقلب على زوجه باش يلا كيف تجي ترعى وليداتي. هو يقول ليه شوف راه كاينه بنت عمي باقا بنت صغيره ولكن مطلقه، والناس ديال القرى ما كيبغيوش الطلاق، ولا جيتي نتايا وتقدمتي ليها وتزوجتي بها راه غتفرح، ووالديها حتى هما غادي يوافقوا وما غاديش يطلبوا منك شي حاجه اللي كثيره. الدريه باغا غير تستر، ووالديها كذلك ومثال ما عندهم حتى متطلبات، باغين فقط بنتهم تستر. حنا في مجتمعاتنا العربيه البنت الى طلقات وكانها جريمه وكانها كتنقص من القيمه ديالها، رغم ان السيده هي هي، اشنو ناقص فيها الله اعلم الا العقول المتخلفه. المهم علينا هاد ياسين مشى تقدم لديك البنت، شافها بانها زوينه ماشي شي وحده اللي خايبه، المهم وافقات به وهو فرح بها، جابها عنده للدار، ما داروا حتى لا عرس لا والو، غير واحد النهار ديالها مع عائلتها فرحانين بها، والزواج اشهار يعني العائله ديالها المقربين عرفوها بلي تزوجات. ولكن الدريه مسكينه داخله على واحد الحمل اللي ثقيل، هي مطلقه فعلا ما عندها لا وليدات لا والو. هو قال لها شوفي انا وياك تزوجنا وغادي نعيش مع بعضياتنا، انا ما باغيش منك ولاد نهائيا، ما تفكريش شي نهار انك تحملي ولا تجيبي ولاد، انا عندي جوج ديال الولاد بارك عليا، وانتيا الدور ديالك انك تربيهم. الدريه مسكينه حضرت الراس وسكتات وبقات كتربي في دوك الوليدات. ياسين كان تخوف منها المره الاولى، شويه كيشوفها كتعامل مع دوك الوليدات بواحد المحبه وواحد الحنان ماشي مصطنع، هو كيمشي للخدمه ديالو نهار كامل وغابر في الخدمه، وانما هي على قبل حنات عليهم، وخصوصا داك الوليد اللي مسكين باقي تربيه يلا كيف 6 شهور، اعتبراتهم وليداتها وحنات عليهم، دوش ليهم تصبل ليهم توكلهم تنعسهم تغسل ليهم، المهم كاع المهام كاع المهام اللي كتقوم بهم الام هي دارتهم وبجداره وبزياده. واحد النهار هاد الزوجه مسكينه وهي تحمل قالت انا ما كرهش اني يكونوا عندي وليدات، قالت الرجلة قالت لي راه قدر لي الله واني حملت. يا الله داك النهار شنو دار ليها ياسين، دار ليها واحد الحاله، ضربها وعايرها وخاصم عليها، قال لها شوفي انا ما متزوجش بك باش تجيبي لي ولاد، وهذا هو كان اتفاقنا المره الاولى، انا تزوجت بك فقط انك تخدميني في الدار وتخدمي ولادي، يعني وحتى العلاقه الجنسيه هادشي فقط اللي محتاج منها، خدامه ومرا تلبي ليها الرغبات ديالو احيانا. المهم ضربها مسكينه وشبعات بالبكا وشبعات عسى، وداها واجهضت ورجعت للدار، رجعت للدار مسكينه حالتها حاله باكيه وحزينه ومكتئبه. ورغم ذلك ياسين فاش رجع للدار ماشي حن عليها ولا رق قلبو ليها، لا لا، السيد كيقول لها مالك شاده ليا البيت وبركات تبكي، شتك اليوم ما نطيش ما شقيتيش ما غسلتي الدراري ما وجدتي اكل ما وجدتي والو. السيد وكانه وحش وكيتعامل معاها، في الاول كان كيتمنى غير وحده اللي تحن ليه على وليداته وتعامل معاهم مزيان وكاع ما تتعامل معاهم كزوجة اب، وفاش عطاها ربي هاد السيده ما راعاش ولا بارك بينه وبين راسو، كيقول
لا ماشي من داك النيفو اللي باغي انايا. لا ماشي هادي بحال المرحومه اللي كانت زوجتي كانت زوينه وكانت انيقه وكانت بنت مدينه وكانت قاريه. لا هادي غير عروبيه. سيده ولا كيطيح منها من الشوفات وما بقاش عاجبه وما بقاش راضي بها، رغم ان ربي عطاه واحد النعمه بين يدو اللي محافظه عليه ومحافظه على وليداته وكتعامل معاهم اكثر منهم. من هاد الجهه ما لقى معاها مشكل، ولكن هي لقات معاه مشكل، ولات كتشوفو بحال متقرف منها، ما كيحب كاع يوصل لها فين وفين فاش كيحتاج هو. السيده كمداتها في قلبها وسكتات. علاش؟ لان ما بغاش تطلق عاوتاني، غتسمم تطلق المره الاولى والتطليقه الثانيه غتدمرها. مسكينه قالت حسبي الله ونعم الوكيل، ربما شي نهار ربي يهدي عليا. دوزت ايامها هكاك. السيده ايامها ولات غير في الاهانه وفي المعيور وفي العصا. السيده ولات الدنيا كتبان ليها كحله من كثره المعامله ديالو القاسيه معاها. يعني الانسان باش يظلم الدنيا كامله في عينيك، يعني راه غيكون ماشي انسان عادي ولا طبيعي، غادي يكون وحش. لدرجه انها منع من الحماله بدقه واحده، ما كتخرج، خدامه عنده في الدار، خدامه على ولادو، كيحتاجها فين وفين لقيت اللي هو كيبغي. ما ليها حتى متطلبات في الحياه، ما عندها حتى طموح، ما عندها حتى حاجه في الحياه اللي كتسعى لها. دوك ربعات الحيوط اللي باركه فيهم كتخدم عليه وما كيخرجهاش حتى الخروج لانه مستعر منها. سيده مسكينه ضاقت بها الحال وضاقت بها الدنيا بما رحبت، ضاقت عليها ولات كتقول انا بركه عليا من هذه الحياه، انا يا ما غاديش نقدر نطلق، ولكن بيدي واحد الحل اخر اللي هو انتحر. ويلي وصلت بك انك تفكري انك تنتحري؟ كي داير هذا الزوج اللي عندك؟ علاش وصلك لهذه الحاله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في الانسان اللي كاع ما كيحس بالزوجه ديالو وبالمعاناه ديالها، كتحط راسها حدا راسو وهي في عالم وهو في عالم ما حاسش بها، كما عارف الداخل ديالها اشنو كاين. سبحان الله عظيم، الانسان كينعس ومرتاح ومطمن، ولكن هي ما عارفش باش كتحس ولا اشنو باغا واش ما باغاش. تتنعس مسكينه كتبكي، هو فين كيتقلب من هذا الجنب لهذا الجنب، ما حاسش بها نهائيا. المهم مسكينه ولات كتفكر في الانتحار ديك الليله ويتقرر. قالت هاد الليله هي اخر ليله في حياتي، صافي بارك عليا من هاد العيشه، بارك عليا من هاد الذل، بارك عليا من هاد الاهانه. خلات راجلها نعس والوليدات مطمنه عليهم بلي ناعسين ومغطين، وسدات عليهم الباب ديال البيت ومشات للمطبخ ويتهز واحد السكين، سكين اللي كبير بزاف وماضي، وهي تمشي للغرفه بوحدها وسدات عليها. قالت دابا انا غدا ننتحر. كتحط السكين على الشرايين ديال الايد ديالها باش تقطعو وتنتحر، ما كتقدرش. مهما كان الروح عزيزه ما قدراش مسكينه. كتحط السكين على ايدها وكتعاود تهزو، كتحطو وكتعاود تهزو، شويه تقول اعوذ بالله مش تراجم، اش هادشي اللي انا باغا ندير في راسي. شويه كتشدك السكين وكتبدا تبكي وتحطو على الرقبه ديالها، باغا تنحر راسها اويلي كيفاش غادا دير. المهم السيده ما قداتش، حلت الباب ديال البيت عليها ومشات للمطبخ ويتلوح السكين، دورت عينيها ويبان لها واحد الساطور ويتهزو، هزات عاوتاني ورجعت به الغرفه وسدات عليها. قالت هذا غادي يقتلني دغيا، كيفاش غادا ديري الساطور؟ كيفاش غتضربي راسك به؟ مسكينه ما عارفاش غير كتبكي، كتشدك الساطور كتوجهو لايدها، كتوجهو لرقبتها، كتوجهو لراسها. المهم السيده ما عارفاش شويه وهي تقول واحد الوقيته وانا مالي على هاد الحاله كامله، انا ليش باغا ننتحر؟ ماشي هو يا السبب؟ ماشي ياسين هو اللي وصلني لهاد المرحله؟ ماشي هو اللي كحل الدنيا كامله في عينيا؟ الا كنت انا غادا نقتل راسي ونمشي نمشي، اللهم نقتلو هو، هو السبب. هي تحل الباب ديال البيت وهي هازه الساطور وسط ديك الظلمه، وداك الساطور كيلمع، وهي تمشي عند ياسين الغرفه، هو ناعس ما جايب الدنيا خبار، ناعس على ظهرو وهي توقف عند راسو. هزات الساطور حتى هزاتو خبطتو بها الراس، داك الراس وهو ينفجر كشلال من الدماء. ياسين معرفش باش تبلى، بحر الدقة حل عينيه كيشوفها هي فوق من راسو، شاد داك الساطور كينزف بالدم باغي يغوت ما قادش. شوية ويتنزع عليه بدقة ثانية، السيد بدا كيخرخر كيشوف فيها بعينيه وكأنه كيقول يا الله يرحم بها الوالدين بركة، أنا راه كنموت بلا ما تزيدين دقة أخرى. لاحظ داك الساطور ويتوجه للمطبخ ويجيب داك السكين الأولاني اللي كانت شادة، جابتو كتقطع فيه تقطاع، ماشي كتقطعو يعني أجزاء وإنما
غير كتشرق ليه بداك اللحم ديالو، كدوز دقه من هنايا وتجر دقه من هنا وتجر. المهم ما خلات فيه ما يتشاف، السيد حتى مات. مات لا حد داك الشيء، سدات عليه الباب ديال الغرفه، هزات الوليدات وهي تمشي نيشان عند الشرطه. مشات سلمات راسها، قالت لهم انايا راجل قتلتو. قال اش كتقولي؟ قالت لهم واش درت فيه ودرت فيه ودرت فيه. هادو هما ولادو، هاكم شدوهم عندكم امانه حتى تسلموهم لدارهم، وانايا انا كنقول لكم واش درت ومعترفه اني قتلتو وجيت عندكم، واللي بغيتو ديروه ديروه. السيده بداو كيقول لها علاش علاش وصلتي لهذه المرحله؟ عاودت لهم كل شيء من دقدق السلام عليكم. كاين اللي تعاطف معاها وكاين اللي قال سره يستاهل، وكل واحد اش كيقول. تقدمت اوراق للمحكمه وحكمت عليها المحكمه بالمؤبد. وكانت هذه قصتنا ديال اليوم، قصه فيها عبره وافاده واستفاده. الانسان اللي ربي عطاه واحد النعمه يحمد الله ويشكر عليها ويعرف بقيمتها. في الاول ياسين كان كيتمنى غير اللي راعي ليه وليداته، وكان خايف بزاف واحد اشد الخوف انه يطيح في شي مرا اللي دير على ولادو مرت الاب وتعذبهم وتمحنهم. ولكن هو فاش لقى واحد الانسان على قد ايدو، وانسان درويشه وباغا تعيش وباغا تعيش دوك الوليدات وتهلات فيهم، ما حمدش الله، بدا كيطلب حوايج اخرين وعينو خرجات على برا، ولا كيقارن بينها وبين البنات اللي على برا، وحسبي الله ونعم الوكيل. هي مسكينه مشات، مشات مؤبد، حياه الله اعلم بها كيفاش غتكون في السجن. من بنت شابه باقا في العشرينات حتى غدوز باقي العمر ديالها كامل في السجن. فعلا ما شافت ما تشوفات، وقدر الله ما شاء فعل. هنايا غادي نرجع اللومه انايا المجتمع ديالنا العربي، اللي السيده فاش كتطلق كاع اصابع الاتهام كتشير ليها، وكانها قاتله وكانها زانيه وكانها ما عارفه شنو دايره. ولو انها تكون مظلومه في داك الزواج لا ما خصهاش تطلق، خصها تصبر، والصبر ليه حدود. ربما الانسان انفجر كما دار بدارت زوجة ياسين، بقات مسكينه صابره في داك الزواج اللي ما هو لا زواج لا والو، غير غبرت وجهها قدام الناس وصافي، وكتسمى وحده مزوجه غير باش ما تسماش مطلقه. صدقات مرتكبه جريمه، جريمه في حق ياسين، وجريمه في حقها، وجريمه في حق دوك الوليدات. الله يكون في عونهم، وياسين الله يرحمه، هادشي اللي غنقول. والله يرحم موتى المسلمين اجمعين يا رب. وكانت هذه قصتنا ديال اليوم، كنتمنى من الله انها تنال اعجابكم، والى عجبتكم فضلا وليس امرا المرجو دعمنا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ولكم منا كل الاحترام يا ساده يا كرام، والسلام ختام.